الوادي. اليوم هو يوم جني الثمار. بسم الله وعلى بركة الله. أيها الحفل الكريم، متابعين الأعزاء، عشاق أشواط الإثارة ومحبي انطلاقات الرموز، ينطلق على بركة من الله وحفظه الشوط الرئيسي، شوط الشلفة الفضية. هذا هو شوط التحدي في ميدان التحدي لسن الجذاع، حيث سيبذل فيه المستطاع من أجل تقديم أقصى درجات الإقناع وبالتالي السيطرة، وكل السيطرة المحكمة على هذا الرمز الكبير في المهرجان الكبير، في المهرجان الأغلى والمقام تحت الرعاية الكريمة من سيدي أمير البلاد المفدى، يحفظه الله ويرعاه. الله على هذه الأسماء، أسماء انتظروها، الدوحة والغربية، طلايب وأبرار، حلوة والفيصلية، قوت منصورة، كفاية وراهية، انتزاع هيمنة، اليمامة ولجامة، أسماء كبيرة، شعارات لها وزنها في المنافسة. انطلق بداية مع المركز الأول، أبرار تحتل المركز الأول، وسنكتشف مع أبرار أسرار التحدي. إذا أبرار على المركز الأول، ناصر بن محمد بن زايد المنصوري يقدم أبرار ويحتل معها المركز الأول. المركز الثاني، راهية تنطلق وتندفع مع أحد الخبراء، صالح بن حمد بن هاملة المري يقدم هنا راهية في ثاني المراكز. بينما نتابع المركز الثالث لأجد حلوة، من تنطلق في هذا الأداء الممتاز، هذا الأداء الحلو، الأداء الجميل. حلوة هي حلوة، حلوة لعبد الله بن محمد بن مبارك الخليفي، صاحبة الكاس المفتوح في ميدان المرموم. تأتي إلى سن جديد بعد أن فازت بالكاس في سن اللقاية، ها هي اليوم مع سن الجذاع وتنطلق اليمامة. حمد بن راشد بن غدير الكتبي، بينما المركز الرابع هنا طلايب، ناصر بن محمد بن زايد المنصوري، وفي المركز الخامس تصل قوت، هذا الاسم المميز، قوت إذن على المركز الخامس، محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، وذكرتنا بقوت يا بن مرخان. الله، ها هي النتيجة مشاهدينا الكرام، اليمامة اليمامة، يا الله، انطلقت اليمامة وتحركت اليمامة، انطلاقها تلقائي. حتى هذه اللحظات اشتعل الشوط، باقي كيلوين متر، ولكن العمالقة، العمالقة لا يرتاحون ولا يدعون الجماهير ترتاح أيضا. اليمامة على المركز الأول، المركز الثاني حلوة، الله ما أحلاها، ما أحلاها من منافسة، ما أجمله من لقاء، ما أنبله من منافسة، أن ما أنبلها من منافسة. الله، اليمامة إذن، اليمامة على المركز الأول، حلوة على المركز الثاني، تقلص الفارق، حلوة تدخل الآن في المنافسة الاستثنائية، المنافسة القوية، كيلو ونصف الكيلو ما بين حلوة وما بين اليمامة. اليمامة إذن لا ترضخ للضغوطات، تحتل المركز الأول، تواصل سيطرتها وتصدرها للجموع في شوط الشلفة، الشلفة الفضية. تناديكم هلموا يا ملاك، انطلقوا يا مضمرين. اليمامة إذن في المركز الأول، أشاهد قوت، ووصل صاحب المضمرين محمد بن سلطان بن مرخان الكتبي، يدفع بقوت الآن في التوقيت المناسب، في التوقيت الملائم، ليغير إلى المركز الثالث. صاحب المضمرين في المواجهة الصعبة، في التحدي الأبرز، الكيلو الأخير، خلاص النهاية، النهاية، يا كيلو ما بعد كيلو. اليمامة على المركز الأول، المركز الثاني يقول الواثق وصاحب المضمرين، ينضم الآن وينطلق ناصر بن محمد
محمد بن زايد المنصوري يقدم طلايب، طلبت الشلفة، تطلب الناموس، تطلب المركز الأول، تطلب الصدارة، ولكن اليمامة، حلقي اليمامة في فضاء المركز الأول واطلبي يا طلايب الشلفة الفضية، حق مشروع للجميع، المنافسة والتحدي. المركز الثالث أيضا جاء الإسلام من الغربية لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري، النص الكيلو الأخير 500 متر ما بين اليمامة وما بين طلايب، طلايب واليمامة، المعركة طاحنة، اشتدت المعركة، الشلفة الفضية هنا ما بين مرغم وما بين الغربية، ولكن انطلقت اليمامة وتحركت طلايب، والغربية أيضا بدورها تعلن اللحاف، ترفع راية التحدي في ميدان التحدي، ما شاء الله. اليمامة 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 مع الكاس، مع الكاس شلفة، مع الكاس شلفة. سلام يا مرغم، سلام سلام الواثق حمد بن راشد بن غدير الكبي. مرغم 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 مرغم، تهانينا والناموس لحمد بن راشد بن غدير الكبي على فوز اليمامة بالشلفة الفضية. المركز الثاني الغربية لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. المركز الثالث جاءت في طلايب للسيد ناصر بن محمد بن زايد المنصوري. المركز الرابع منصورة لصالح بن حمد القمرة. والمركز الخامس جاءت قوت لمحمد بن سلطان بن مرخان الكتبي. إذن مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هكذا تنتزع اليمامة أحد أبرز الأسماء التي رشحت هذه الشلفة الفضية، بعد أن أمتعت واستمتعت بهذا اللقاء، بعد أن جاءت لتؤكد تفوقها عاما بعد الآخر، عاما بعد عام تواصل إبداعاتها المنقطعة النظير. اليمامة حلقت في المرموم عام 2013، وها هي في هذا العام الجديد وفي هذا الموسم 2014 تضيف إلى الكأس شلفا فضية هنا في ميدان التحدي في أغلى المهرجانات. التوقيت الزمني 9:06:08 من الثانية. تهانينا لحمد بن راشد بن غدير الكتبي على فوزه بالمركز الأول. المركز الثاني جاءت الغربية، توقيتها الزمني 9:07:78 من الثانية. تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري. أما المركز الثالث فجاءت في طلايب وتوقيتها 9:09:76 من الثانية. تهانينا لناصر بن محمد بن زايد المنصوري.